السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بمس على كل اخواني الفنيين متابعين قناة الورس للبيانات الحديثة، وحبيت أشارككم الشغلانة ديت في اخواني الفنيين. خطوات الشغلانة اللي أنا عملتها، مسكنا الشغل جبسناه جبسة بلدي، وسحبناه سكنتين معجون برضك بلدي، ورشينا بليستر دبليو اس شفاف وبليستر دبليو اس أبيض على شفاف، ورشينا الشغل كله وصفينا الشغل ورشيناه وش فيلر سريع، ولقطنا طريقه خفيفه ووش فيلر سريع برضك، ونزلنا بالبويه الجمل ديت دوكو، وغطينا البويه الجمل كلها زي ما انتم شايفين كده، غطينا كل دي رشيت الرصاص الاول وغطيته، وبعدين رشيت الجملي، وعند الفيلد والذهبي جمعته بالسفنجه زي ما انتم شايفين برضك، وديت مرشه ورنيش 3 تمانيات من كرسي مع الخرزه ديت زي ما انتم شايفين الشغل دوت معاه بسم الله ما شاء الله. وعندي الشغل بردك، عندي الشغل بردك قلب زي وش درج زي الوش اهوت زي ما انتم شايفين اهوت، والقلب الدولاب قشره من جوه. وحبينا بردك نشارك الشغلانه لاخواننا الفنيين، حد عاوز يعمل شغل زي ولا حاجه، ان رقمنا موجود على القناه، وانا تحت اي استفسار لاخواننا الفنيين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.